مشاهدينا نصل الى هذا المحور الاخير من حلقه اليوم من انترفيوز، وطبعا اذكركم انا معي بالاستوديو الدكتور مصطفى علوش عضو المكتب السياسي بتيار المستقبل والكاتب والصحفي نقوله نصيف. دكتور علوش، بالمحكمه الخاصه بلبنان انطلقت الاسبوع الماضي الجلسات الختاميه للدفاع، الادعاء اعاد وكرر روايه الاغتيال ثم المتضررين، واليوم وبالامس كانت الفرق الدفاع وهي على وشك ان تختتم يعني الدفاع المرافعات الختاميه. شو تعليقك على المشهد كله سوا، وتباعا ماذا بعد في المحكمه؟ يعني المشهد العاطفي عند الناس اللي عاشوا هذيك الفتره رجع عم يكرر نفسه، لكن بالنهايه الصدمه الاساسيه اللي ممكن كانت المحكمه تحدثها حدثت سنه 2009 وقت طلعت التسريبات بالدار شبيكل. انا هيدي بالنسبه لي وقت اعتبرت انه هيدا الصدمه الاساسيه، لكن كل الباقي بيبقى تفاصيل. بس اليس هذا نفس التوقيت بال 2009 تبع دير شبيجل؟ لانه من ذلك اليوم الطرف الاخر بيقول بلش استخدام المحكمه في السياسه. خلينا نطلع من هالقصه. بهيداك الوقت طبعا اذا بدك تجي نتذكر مين اللي سرب كل المعلومات، اللي بتقول اني من سرب المعلومات الى دير شبيجل هو موجود بالحبس هلا، هو الاستاذ ميشيل سماحه. كل المعطيات بهيداك الوقت، انا قناعتي انه في شيء حصل بين النظام السوري وبين ايران بهيداك الوقت ادى الى النقطه هيدي. وبعدني كمان يعني انت مقتنع تماما بروايه الادعاء؟ خليني اقول لك نعم، انا مقتنع بروايه الادعاء، مقتنع انه حزب الله عنده القدره العقائديه لانه يعمل هيك عمل، وانا مقتنع انه عدو الاساسي هو رفيق الحريري، او اهم من اهم اعدائه هو رفيق الحريري. وبالاساس يعني ليش بفهم هالشغله هيدي؟ لانه انا طالع من شبابي من مدرسه عقائديه، المدارس العقائديه كانت مجرد ما تصور العدو تعتبره انه ضحيه، يعني قادر انك تشيله من الطريق، يعني وقت اللي كنا مثلا ماركسيين لينينيين، اي واحد راس مالي ان شاء الله يكون اكثر الناس انسانيه بالعالم، نعتبره انه خبيث عم يستعمل الانسانيه. يعني الفكر الاحادي، الفكر العقائدي اللي بيعتبر انه انت على حق والاخرين كلياتهم على خطا. حتى الاسلوب اللي بيستعمله حزب الله انا بعرفه من ايام الحزبيين القديمين، كانوا يستسخفون الاخر ويستصغروا عقله، انه ليك هيدا واحد يعني عقله بليد ما عم يقدر يستوعب اللي عم نقوله. والاسلوب اللي بيستخدموه خطبائهم، ويعني انا ما بنسى مره محمد رعد طلع وقال على 14 اذار ان يتوقفوا عن ان يكونوا نعالا في اقدام الامريكي، يعني تصور هالكلمه هيدي طلع قالها قدام، معناتها قديش انت متعالي بفهم. بس يعني دكتور علوش اليوم لما بنطلع بالمحكمه اللي هي اول شيء قالت انه لن تدخل في سجلات ولن تتهم منظمات ودول ولن تتهم احزاب، يعني تظهر بمرافعاتها النهائيه ليقول الادعاء انه المعاون السياسي لحزب الله حسين خليل عمل اتصال مع المتورطين بالجريمه، والقياده السوريه هي التي اصدرت الامر بعد يعني لقاء 26/8/2004، اللقاء الاخير بين رئيس الاسد ورئيس الشهيد رفيق الحريري. كل هيدي يعني تحوير الاتجاهات باتجاه سياسي بالمرافعات الختاميه. محمد، الجريمه هي جريمه شو؟ مخدرات ولا جريمه سياسيه؟ هي جريمه سياسيه. جريمه سياسيه، طالما انت منطلق من هالنقطه هيدي، وطالما كل المعطيات اللي على الارض بتشير الى توجه معين من اشخاص لا يمكن انه يكونوا تحركوا من تلقاء نفسهم، لانه كمان الادعاء قال انه ما في عندهم دافع شخصي. الدافع هو بالتاكيد دافع سياسي، اللوجستيات الموجوده بين ايديهم كمان لا يمكن انها تكون مرتبطه، والجو السياسي اللي كان قائم بهيداك الوقت والاجتماعات والخلافات كلها هيدي بتروحك الى الاستنتاج. لكن المحكمه حسب قانونها لا تدين ولا تحاسب، ما بتحاسب ما بتحاكم منظومات، لكن خلال المحاكمه تظهر منظومات عاملة قضايا لوجستية، هيدي ما فيك توصل قانونيا إلا إذا أجوا الأشخاص اللي عم تحاكمون وقالوا أنه فلان هو اللي أصدر الأمر بإني أعمل هالشغلة هيدي. لهيك
لكن بالاستنتاج طبيعة الحال انت بدك تطلع انه لو توفرت لهم هيدي وهيدي وهيدي معناتها هاي المنظومات كلها موجودة. خلينا نأكد على شيء، نعم هذه المحاكمة محاكمة سياسية لأن هي الجريمة بالأساس جريمة سياسية، لكن المسار اللي أخذته المحكمة هو مسار جنائي مهني، جنائي مهني، وحتى الطريقة اللي القضاة عم يتعاملوا فيها هي أيضا قضاء مهني. بالنهاية هيدي لوين بدها تروح؟ هيدي المحكمة صدرت عن مجلس الأمن، مزبوط ولا لا؟ هو بقرار مجلس الأمن، صحيح طبعا. هيدا الأحكام تبعتها بس تطلع بغض النظر شو بدها تطلع، لأنه بعدني بدنا نشوف شو قرار القضاة بالنهاية لبداية العام المقبل عم ينحكى به، بدها ترجع تروح للتنفيذ إلى مجلس الأمن، وبهيديك اللحظة كيف يتصرف مع مجلس الأمن؟ ولكن اليوم في وجهة نظر قانونية بتقول أنه المحكمة أنشئت بناء على قرار لمجلس الأمن وتحت الفصل السابع الملزم، إنما أحكامها هي ليست تحت الفصل السابع وبناء عليه لا تستطيع التنفيذ بهذا الفصل إلا إذا قرر المجلس الأمن أنه أن تنفذ يعني الأحكام عن جديد بدك طبعاً لهيك عمول بدك توصل لهم. استاذ نقول الخلاصات الأولية ومقاربة رواية الادعاء أقنعتك، وهل دليل الاتصالات كافي خصوصا بالشكل التقني اللي استعرضوا الادعاء؟ يعني مسألة مش مسألة مقتنع بما يقوله الادعاء أو غير مقتنع بما يقوله الدفاع. بطبيعة الحال الادعاء يريد القضية أن تكون في المسار الذي يسيره، يعني ادعاء بده يقول أنه بالآخر هؤلاء هم الجنات أو هم القتلة، بالمقابل وظيفة الدفاع أنه أن ينقض هذا الأمر تماما ويرجع يقول أنه لا مش هني. لذلك فريق يغالب الأدلة إذا كانت صحيحة أم لا، والآخر يقلل منها أو يعتبرها غير قائمة. أنا بعتقد أنه ما مش لازم نغرق بما يقوله الادعاء أو بما يقوله الدفاع، يجب أن ننتظر قرار المحكمة، وننسى أنه مثل ما بيقول الدكتور علوش أيضا أنه قرار المحكمة سيحال فيما بعد إلى مجلس الأمن، وما ننسى أي مرحلة كنا فيها بمجلس الأمن عندما اتخذ قرار المحكمة كانت بمعركة اشتباك حاد. عم بحكي أنا من 2009 وحتى من 2005 إلى 2009 هالقرارات اللي كانت تصدر عن مجلس الأمن عند كل مشكلة تصير، ولكن بالمنطق لن يكون هناك إمكانية لتمريره تحت الفصل السابع بظل الروسي يعني الفيتو الروسي. ما ننسى أنه ممكن المحكمة تطلع بقرارات قضائية، مع أنه حتى الآن خلافا، وبعتقد ما يحصل في موضوع شارع مصطفى بدر الدين هو جزء يؤكد مرة أخرى أن المحكمة لا تحظى بإجماع وطني عليها، وبالتالي لا يزال هناك فريق أساسي بالبلد ضد المحكمة وفريق أساسي آخر يتعلق بها ويريد منا أن تقدم العدالة أو أن تقول من قتل من رئيس الحريري. كصحفي أنا كصحفي يفترض أن أنتظر قرار المحكمة، يفترض أن أنتظر القرار النهائي للحكم. نعم. وأيضا هذا القرار أيا يكن تبرئة أو إدانة، هذا القرار كيف سيناقش في مجلس الأمن؟ يعني هل سيطغى عليه الطابع التسييس؟ ما ننسى بمرحلة لما كانت مفاوضات حول المحكمة كان بلبنان، ومنعرف ديش كان الانقسام بلبنان لدرجة أنه ليس لبنان من طلب المحكمة، مجلس الأمن هو من قرر هذه المحكمة بسبب الانقسامات اللي كانت قررها. ولكن تعاونت السلطة في لبنان بتلك المرحلة، سلطة ذلك الوقت مش السلطة اللبنانية. السلطة اللبنانية ذلك الوقت، سلطة ذلك الوقت، ما فينا نقول السلطة اللبنانية لأنه لا رئيس الجمهورية يعني بيعتبر تماما رئيس الجمهورية بيعتبر أنذاك أنه في مادة 52 ما مارس حقه فيها، كان في فريق شيعي معتبر حاله برات الحكم، فبالتالي كانت سلطة ذلك الوقت، فما فينا نقول السلطة اللبنانية بمفهوم الدستوري العريض والشامل. تشريع لذلك ضرورة. لذلك أنا عم بقول أنه بدنا ننطر. الأحكام. هل سيكون هناك شيء من التسييس؟ إذا افترضنا ما حصل مع إنشاء المحكمة كان مرتبطا بتسييس ما، هل سيكون هناك تنفيذ القرارات؟ وما بنعرف يعني في شيء بيصير بعدين. بعدنا ننطر على الأقل النصف الأول أو الفصل الأول من 2019. لذلك لا يمكن الحكم سلفا على إما كل ما يقوله الادعاء مع أو ضد أو لانتظار الخواتيم. مع العلم بس شغلة واحدة، أنه بغض النظر عن نتيجة الحكم الجدل سيستمر. صحيح. كان بالإدانة وبالحكم الطرف الآخر سيعتبر أنه كلياته هذا كذب وتلفيق وهذا، وإن كان بالتبرئة لعدم كفاية الدليل لأنه عمليا
كل المؤشرات بتكون في مشكلة عند المحكمة انه بعد 13 سنة او 15 سنة ما وصلنا للمجرم. ساعتها رح يدل الطرف الاخر اللي نحن يعني متهم حزب الله بانه هو اللي اتهم بس ما وصلت المحكمة لنتيجة. لهيك عمليا الاشكالية كبيرة. نعم. وقد غير مسموح للمحكمة ان لا تصل الى نتيجة بطبيعة الحال، بس حتى انه قد تصل الى تبرئة بدل ان تصل الى هذا قرار تبرئة لعدم كيفية الدليل هيك لعدم مسألة. لانه بالمنطوق القانوني في شيء اسمه ان لا يتواجد الحد الادنى من يعني لازم الشك. يكون في يقين. صحيح. دكتور علوش، التشريع الضرورة اللي اليوم الرئيس بيري كان اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، وفي الجمعة المقبلة جلسة تشريع الضرورة يبدو أنه الكل توافق عليها بما فيهم الرئيس سعد الحريري اللي قال أنه هذه الجلسة ستتم مناقشة بشكل خاص فيها مشاريع سادر. الضرورات تبيح المحظورات، هذا اللي فينا نقوله بظل غياب الحكومة. أنا بالنسبة لي طبعا كلنا سوا نفضل أنه يكون في حكومة مسؤولة، لا حتى لأنه هلأ إذا أنت اتفقت مع هالحكومة اللي هي حكومة تصريف أعمال، هل ستكون المسألة قانونية إذا أنت عملت هالشيء هذا ولا لا؟ هيدي أسئلة. المقاربة القانونية بتقول إنه إذا أنت عم تستمر بقرارات اتخذت حين كانت هذه الحكومة ليست حكومة تصريف أعمال، ممكن هالشيء يكون صحيح، لكن طالما نحن المتفقين عليه إنه طالما ما حدا عم يعترض معناتها الامور قانونيه. هذا هي الدستور الموازي للدستور. الدستور الموازي للدستور بالضبط، او الضروره. الضرورات تبيح المحظورات، بس يبدو انه لبنان بمر بفترات كثير من المحظورات والاوقات العديده. المحظورات الدائمه. المحظورات يعني اذا بدك الاعراف او الدستور غير المكتوب الذي يرافق الحياه السياسيه بالبلد. يعني اعتقدنا انه بعض الطائف كتبنا دستورنا حقيقه وما عاد في عنا اعراف، صرنا بعد الدوحه بدك سلي مين يعبي الاعراف بالسلي. لانه اليوم الرئيس بري الجو بيقول انه يعني وصل الى حاله من الياس والتسليم بانه صحيح. الحكومه يعني لا يجب هو ان ينتظرها وانه ان يبقى. وهيدا هيدي اللي بتقوله الماده 69 بالفقره الاخيره بالماده 69. فعلا ماده 69 ما بتقول انه يجب ان يشرع المجلس في حال استقاله الحكومه، بتقول انه تقول منعقد. انه ينعقد في عقد استثنائي الى حين تاليف الحكومه وينيل الثقه. يعني شغلة هذا العقد الاستثنائي أن ينتظر تأليف الحكومة ومنح الثقة بالمجلس. لكن ما قال الدستور أنه أنا بقدر أنطر 11 شهر و10 أشهر و5 أشهر، أنا بفترض أسبوع أسبوعين شهر ماكسيموم وتتألف الحكومة. لذلك هذا عقد كتير مؤقت وكتير قصير ولا يجب أن يكون في خلاله يعني تشريع. يفترض هذا الأصل فيه. لكن قلت له هيك لرئيس بري؟ لا طبعا، ما وجهة نظر رئيس بري أنه لا يمكن انتظار أن تتألف الحكومة 10 أشهر، خصوصا إذا عنا استحقاقات أساسية. واللي عم بتقوله أنه رئيس الحريري بلغ، ورئيس الحريري من وقت طويل احنا كنا نسمع من الرئيس بري انه موافق على عقد جلسه لمواضيع لها علاقه بسادر، لها علاقه بكثير استحقاقات نحن ملزمين فيها تجاه البنك الدولي او القروض الدوليه. لذلك الرئيس بري بيعتبر انه طالما انا عندي عقد استثنائي والمجلس هو سيد نفسه وانا بحاجه الى التشريع وما فيني انطر الحكومه لا تتالف، لانه الحكومه قد خصوصا في الأفق المسدود قد يعني تطول تمر أشهر أشهر ولا تتألف الحكومة، أنا مضطر أذهب إلى هذا الأمر. لكن حطيتها تحت سقف تشريع الضرورة وليس التشريع المفتوح، يعني بمعنى خلص عملنا هالجلسة الجمعة اللي وراها في جلسة تانية واللي وراها. هذا الأمر حاول أن يفعله بال 2013 وفعلوا بال 2015 ب 12 و 13 تشرين مشاريع المالية اللي بنتذكر بتشرين الثاني 2015 ولم يكن هناك كان هناك يعني لم يكن هناك رئيس الجمهورية، كان في شغور ولكن لم يكن هناك ولم تكن هناك حكومة مستقيلة، كان هناك شغور. لذلك يعني هيدا وضحت استاذ الأولى. دكتور علوش بختام هاي الحلقة بدي أشكرك شكر جزيل على وجودك معنا، وبتمنى باللقاء المقبل بلكي بنشوفك على رأس الوزارة بحكومة الرئيس الحريري الثالثة، على رأس وزارة يعني مش على رأس الوزارة. لا خربت لي بين على رأس وزارة تسمى لها على رأس حقيبة نعم
مش وزارة الدولة. وأستاذ نقوله أيضا بدي أشكرك، بدي أتمنى لك رحلة موفقة بالوفد الإعلامي، ترافق رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون إلى نيويورك، بلكي بالرجعة وببداية تشرين بيكون الجو مختلف والإيجابيات أكثر. وأنا بلقاكم مشاهدينا الأربعاء المقبل 9:30 كما العادة. ولكن ختاما بدي أعلق تعليق سريع على الإساءة اللي طالت أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح من أيام. من حيث المبدأ فصباح الأحمد الجابر صباح ليس أمير دولة، صباح الأحمد بأحكام القيمة الإنسانية أيقونة خير ومبعوث سلام دائم ورسول نوايا حسنة فوق العادة. وكان علينا أن نصون لساننا نحن بالذات في لبنان عن الخوض في سيرة هذا الرجل. فصباح الأحمد يقع في قائمة ضمن قلة في هذا العالم من يحظون بتقدير خاص، ليس لثروة يمتلكها أو لسلطة يحوزها، إنما لإجماع عام على كونه أحد أرقى مقربي وجهات النظر في عالم يدعي عولمة التواصل فيما هو ينحدر إلى أدنى مراتب اللياقات والأصول والأدب. إلى اللقاء.